المحامي بالشؤون القانونية في النادي، اتفضل. استاذ ابراهيم، هي مش اي واحد يطلع في دماغه عايز يعمل حاجة يطلع يعملها، لازم بيقدم وثائق. انا نادي القرن زي ما قال لك كده، قدمت ايه الوثائق بتاعتي؟ قدمت أي. اللحظة الموثقة، ايوه، وهو بيستلم الجائزة وكلمته والسفيرة واقفة جنبه، ايوه، وقدمت الجوابات اللي جات لنا من الاتحاد الجهة المانحة. طب انا بسجل ايه وقيمه التسجيل ايه؟ قيمه التسجيل يا استاذ ابراهيم انها بتحمي هذا الحق من الاعتداء عليه. يعني انا رحت مسجل النادي الاهلي واللوجو بتاعه، ومحدش يستخدم اللوجو ده اللي فيه تفاصيل بدون اذن النادي، ولاحقنا بعض الجهات اللي استخدمت هذا اللوجو تحت بير السلم، وبعضهم في محلات كبيره، ها، واتاخد تعويض عليها، اتاخد تعويض، وفي حد دخل السجن لانه ما قدرش يدفع التعويض للاسف يعني. لان اتحذر مره واثنين وثلاثه، وبعدين انت لما بتحمي، انت كنتش تقدر تحمي هذا الحق ولا ترفع القضيه دي الا اذا كنت وثقت العلامه التجاريه بتاعتك. ايوه، اذا توثيق العلامه التجاريه هي ليست منحك الحق ولكن حماية الحق. بالضبط، إجراءات حماية الحق. ده كلام مهم جدا، ويبقى هناك كلام أهم بعضمة لسانه. لا شيء بعد، مفيش حاجة حصلت. ده تأكيدا على كلام مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، والكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراة، والكل يؤكد الأهلي لم يتأهل، مفيش حاجة انتهت. دي مباراة لعبت الشوط الأول فيها في رادس، والشوط الثاني في استاد القاهرة. مباراة إن شاء الله تعالى العاشرة مساء الجمعة في استاد القاهرة، الحكم الموريتاني دحان بايدا. المباراة الأخرى هتبقى السبت، سان داونز في ملعبه مع الوداد بعد التعادل السلبي في الدار البيضاء. الفائزان ان شاء الله من مجموع المباراتين هيلعبوا في المباراه النهائيه. الذهاب هيكون 4/6 باذن الله تعالى يكون في القاهره، والعوده يوم 11 يونيو هيكون في الخارج. ده الامر فيما يخص هذه المباراه غدا الجمعه ان شاء الله تعالى. لكن الاهلي في تونس، يعني زي ما بيقولوا في رادس لنا حكايات وايام، في تونس الاهلي عنده انطباعات هائله جدا، وفي نوع من التقدير الكبير للاخوه في تونس تجاه النادي الاهلي وما يقدمه. هنشوف مجموعه من الاراء التونسيه اللي فيها كتير من التقدير للاهلي والاحترام للترجي بالطبع. هنشوف كابتن سامي العروسي كيف يرى مباراه الاهلي والترجي المباراه الاولى. شفت المباراة ازاي والنتيجة الكبيرة دي يا كابتن سامي؟ هو المباراة كان في اتجاه واحد، يعني الاهلي حقق اول حاجة الانتصار بتاعه، خاطر الاداء بتاع الترجي كان كارثي، معناتها ما كانش هو الترجي اللي نعرفوه في كذا حاجات. يعني الحاجة الأولى انه الترجي قبل الهدف عن خطأ، الحاجة الثانية ما سماش ردة فعل بعد الهدف، يعني ثم يقبل هدف ثاني ما سماش ردة فعل ثانية. يعني كل مرة وين الترجي يقبل الهدف ما سماش ردة الفعل، يعني الفريق راضي بما هو معناتها موجود، والنتيجة كانت أقوى منه. هذا بدا يثبت أن الترجي ماهوش الفريق اللي ينجم يمشي لبعيد بالنسخة هذه. معناتها كنت حاسين في الملعب أن لعيبة الترجي مستنية تستقبل أهداف أكتر من كده. الواضح انه كانت نجم حتى تقبل حتى الرابع والخامس. معناتها الترجي الروح كما قلت ما تهماش، الترجي فاقده للفريق القوي، فاقده الفريق المجروح، الترجي فريق مستسلم اليوم، فريق مستسلم بتم معنى الكلمه يعني. طب كابتن سامي، السؤال الاخير كابتن سامي، تتوقع مين يكون الاقرب لحصد اللقب السنه دي؟ اكيد طبعا انت شفت النادي الاهلي، شفت الوداد، شفت سان داونز، مين في رايك انه يكون اقرب للقب السنه دي؟ الفريق الحاضر الان
الاهلي، الاهلي فريق قوي، فريق متماسك، فريق قاعد يقدم، فريق قاعد يثبت في انه فريق البوديوم يعني فريق التتويجات. الاهلي اليوم عمل مقابله كبيره، الاهلي عرف كيفاش يتحكم في المقابله، الاسامي في فريق الاهلي كبيره، والثقه اللي تكتسب فيها الاهلي ضد الرجاء وضد الترجي باش تخليها يعني كي نقولوا احنا مع سان داونز نتصور باش تكون مقابله شيقه ولا في النهائي شيق. لكن نقول لك اللي الاهلي بالخاصيات الشمال افريقي يعني تكتيكيا، وانه الاهلي زاد ايضا والكره المصريه تعرف تلعب مع الكره الافريقيه يعني سلتو في الادوار المتقدمه، يعني نتصور الاهلي الاقرب للفوز. يعني هو لعبة الاهلي لها قوه وكاريزما مختلفه وخبرات كبيره، قدوا مباراه كبيره وقعد يدي القاب، انا مش هكررها وراه، مش من باب الفانتازا والنعرة هاخد، انا عندي ماتش مهم مش قال كلام، يعني اي واحد في ظروف عاديه لازم يقول وافخر بيه، لكن هاجل الفخر بعد نهايه المباراه القادمه. انتوا سمعتوا الكلام، نشوف الكابتن خالد بدره بقى، ما هو خالد بدره هو ده اللي نشوف الكابتن خالد بدره. خالد بدره نشوف الكابتن خالد بدره رؤيته ايضا للاهلي وقيمته، قوه وعزيمه النادي الاهلي والكاريزما بتاع لاعيبه النادي الاهلي هي اللي خلت الكره معناتها خلت المباراه تروح المستوى عالي. كان الاداء بتاع النادي الاهلي بصراحه اليوم ابهرني، النادي الاهلي على المستوى بتاعه، على الوقفه في الملعب، على الروح القتاليه، على التنويع في الفرص، على التنويع في الهجمات. اليوم النادي الاهلي معناتها يقعد دائما نادي كبير. اليوم الترجي الاهلي التونسي اليوم معناتها كان خارج كل شيء ترجي. هل الترجي ما زال لديه الفرص في العوده في القاهره ام لا؟ من وجهه نظرك الفنيه ايضا. وجهه نظري الفنيه معناتها خلص الموضوع، معناتها النادي الاهلي اليوم خلص الموضوع، احنا نتكلموا بالمنطق والكاليبر نتاع النادي الاهلي. معنيش باش نقول لك انا راني ثم مباراه عوده، على خاطر كان ثم حسيت اللي ثم روح في اللاعبين معناتها في مستوى، وما كانتش النتيجه بالكيفيه هذه نجم نقول لك في مباراه العوده ثم كلام ثاني. اما اليوم هذا النادي الاهلي هو خلص المباراه في الشوط الاول، هو في تونس وانتصر عن جداره واستحقاق 3-0، مش مدرب صفر بعمل كبير، مدرب محنك عارف كيف يوظف اللعيبه نتاعو في الملعب، ثم انتشار محكم في الملعب، ما ثماش كي تشوف في النادي الاهلي تحس اللي هو فريق بصراحه اليوم تحس اللي انت تتفرج في برشلونه تتفرج فيها معناتها في ايامات انيستا وايامات جزافي وميسي، تحس اللاعبين معناتها ممتازين، عارفين شغل بعض، يعرفوا التمركز نتاعهم، يعرفوا التحركات نتاعهم، كل لاعب كل ما يعطي كوره يعرف الكوره وين رايحه، واللاعب فين ينتقل، الانتقال نتاعه ماذا يكون بالسرعه وبالكيفيه هيك، واللاعب نتاع جنوب افريقيا اللي هو احدث الفارق اليوم بصراحه معناتها لاعبين ممتازين. برافو برافو عليك، معناتها اللاعب معناتها قوة وسرعة وتكنيك هذاك اللي اعطانا الفارق. شو احنا لما نقولوا على اللاعب المحترف اللي يجي مش يعطي الاضافة، يعطي الاضافة، واليوم سجل هدفين مش من باب الصدفة، بعمل جبار قاعد يقوم به مع المجموعة كلها. الحياة دايما رأي لعيبة الكورة بيبقى مهم جدا، لانه اولا بيتفرج بالاحساس بتاعه وبيتفرج بخبرات الملعب وبيتفرج وهو عايش الصورة. فالكابتن خالد بدره بيقول لك وانت بتتفرج على الاهلي مع مارسيل كولر في الاداء تحس انك انت بتتفرج على برشلونه من حيث فكره التحرك الجماعي وشخصيه الفريق في الملعب. مفيش حد لوحده بارز يا باشمهندس، الفريق كله الجماعيه، واقصد يشبههم الجماعيه مش المستوى، يعني في على درجه عاليه من التناغم فيما بينهم. انا يعني كاشي شويه، انت عندك قلق، لكن خلينا نبص للامور بنظره الاخرين. قال لك تحركاتهم بتبقى مدروسه، طبعا بيرسي تاو لاعب ممتاز جدا، قال لك ادى قوه وسرعه وتكنيك للاداء، صنع الفارق بعمل جبار قام بيه مع المجموعه كلها. دي كلها يا جماعه دي مقومات تفوق، احنا لما بنتكلم عنها افتكروا الناس اللي قالت بيرسي تاو صفقه مضروبه، افتكروا ان الناس اللي قال لك عنده اصابه مزمنه، افتكروا ان الناس قال لك مين اللي حاسب الناس دي، افتكروا للناس اللي قال لك اهدار المال العام، كل الناس دي اللي اتكلمت هي فين؟ هي فين من هذه الاراء الايجابيه
المتوهجه بحق فريق وصل لهذا المستوى من الاداء. مش عايزين اعتذار من حد بس ربنا يديمها نعمه. هنشوف كمان على ذكر نجوم الكره التونسيه الكابتن امين الشرميطي بيتحدث في القناه الاولى الفضائيه مع الزميل كريم رمزي. مهاجم كان هايل على الاهلي والترجي. كنت واحد من افضل المهاجمين العرب، هل النادي الاهلي فوضك للانضمام للفريق؟ والله الحقيقه يعني كانت في عديد العروض، لكن تعرف احنا اللاعب خاصه احنا في تونس كان دائما حلمنا هو انه يروح لاوروبا عشان تجربه اوروبيه، لكن هذا ما يعنيش انه اي لاعب عربي يتمنى انه يتقمص زي نادي الاهلي، خاصه نادي الاهلي، خاصه انه احنا نعرف يعني كلاعبين ممكن عندنا علاقه بال ولا قريبين ونعرف الاجواء الداخليه للانديه، يعتبره النادي الاهلي يعني نادي اوروبي موجود في افريقيا، خاصه انه عنده اداره، مجلس اداره كبير، مجلس اداره محترم، ناس محترفه باتم معنى الكلمه، نادي اللي تاريخه يحكي عليه، مش امين شرميتي باش اليوم يقلل في اسم النادي الاهلي ولا بالعكس. شوفوا يا جماعه انا دائما اشعر القيمه الاكبر في الحياه الاحترام، تسبق الحب وتسبق اي حاجه تانية الاحترام. وعندما تتكرر جمله الاهلي نادي اوروبي في افريقيا او في المنطقه اشعر بهذا القدر من الاحترام، لان ده الانطباع اللي الناس واخداه عنك، وده الانطباع الذي ما زال مستمرا ولا يجب ان نعمل على استمراره. ولكن ايضا على فكره هو الكلام ده يا جماعه بيجيب لك شعبيه بره، لانك انت شعبيتك مش في الداخل. شوف احترام وانتماء فنانين عرب للنادي الاهلي عامل ازاي. الملحن التونسي سمير عقربي بيسالوه في قناه تونسيه عن انتمائه، وكان راجل ترجاوي، قال ايه بقى سمير عقربي؟ نشوفه. فريقك المفضل؟ احنا الاهلي المصري. انا اهلي المصري. نعم المصري. ما فهمتكش. انا اهلاوي يا فندم. يا اخي لبيه سمير. انا اهلاوي يا بيه. بيه شنو يا ولد؟ انت اهلاوي؟ تحب الاهلي المصري؟ هو مرضى واحد يحب الاهلي. اخي مولود في الحلفاوين بسويق الترجي. مش كنت تحب الترجي؟ كنت. شنو علاقتك بالاهلي المصري؟ عملت مرحله، عملت مرحله نحب يسمو نصير، وقعدت نثبت ان هي فريقي اللي يعجبني. لقيت الاهلي المصري هو احسن فريق يعجبني. هو اللي شبهني. كي يلعب ضد الترجي. نحبه يربح. الاهلي احنا الاهلي تحبوا يربح؟ اه طبعا خائن. انا لا ما خنتش نادي، انا النادي بتاعي اليوم هو الاهلي المصري، ولما بيخسر الاهلي المصري بزعل كتير. بص يا باشمهندس سمير عقربي بيقول له انت مولود في باب سويقه، باب سويقه منطقه لا قالوا مفهوم. اللي منها الترجي إيه؟ قال له ايه؟ قال له الاهلي يا بيه. قال له ما فهمتكش. قال له انا اهلاوي. فبيقول له انت مولود في باب سويقه اللي هو معقل المنطقة اللي فيها الترجي. قال له ماله؟ أنا ما خنت الترجي، أنا أهلاوي. هو ده الأهلي اللي حبه عابر للحدود. أنا عايزك بقى كمان تسمع منذر الكبير، لأنه في وجهة النظر لنا يعني أراها واقعية. طيب منذر الكبير كلامه، هو راجل تونسي، كلامه مهم جدا في منطقتين. المنطقة الأولى أنه هو المدير الفني للرجاء اللي الأهلي أقصاه في الدور اللي فات، وهو كتونسي باصص لمباراة الأهلي وكواحد من اللي شغالين في المغرب فرصة الوداد مع صن داونز. أعتقد رأي منذر الكبير التونسي المدير الفني للرجاء المغربي مع الكابتن مدحت شلبي مهم. شايف إن الأهلي حسم التأهل للمباراة النهائية ولا ما زال في الأمور أمور فنية من وجهة نظرك يعني؟ الكرة تعلمنا لكونه ما نقوله تحسمت النتيجة إلا ما الحكم يظفر نهاية المقابلة بشكل عام يا كابتن. ما نساوش بشكل عام الترجي ما يسلمش فريق بالإنجازاته باللاعبين بتاعه برجالاته، فريق مجروح، والفرق الكبيرة وقتها تكون مجروحة أكيد باش تعمل ردة فعل مهمة باش تكون صعيبة أكيد. الأهلي قطع شوط كبير للترشح، لكن في كرة القدم بالنسبة لي أنا كل شيء ممكن. الترجي باش يكون موجود باش يعمل مقابلة كبيرة، وبعدين سنرى ماذا سيحدث.
في مباراة سان داونز مع الوداد في المغرب، هل توقعت النتيجة دي يا كابتن ولا كنت متوقع ان اي منهما يستطيع ان يفوز على الاخر؟ هو اكيد وقت تتفرج في سان داونز اي مقابلة في سان داونز ما تتوقعش اللي كانوا باش يخرجوا من غير ما يسجلوا اهداف، فريق متكامل عنده قوة كبيرة في الخط الهجومي، يلعب بكرة عصرية، كرة فيها السرعة والقوة وفيها خاصة التحكم في المساحات، يعني وقت تكون فما مساحات كبيرة يعرفوا يستغلوها، وقت تكون فما ما فماش مساحات يعرفوا كيف يخلقوها، فيه تسديد من بعيد، فيه الواحد ضد واحد قويين، فيه تفوق عددي في على مستوى الأروقة والأجنحة يقوموا به بشكل تكتيكي كبير. صعب وقت سان داونز يلعب تقول باش يخرج من غير ما يسجل اهداف. الوداد ما استغلش التفوق العددي، لكن كان قدامه فريق ولو كان ناقص لاعب كان فريق متكامل، كان فريق قوي على المستوى الكل، ولو عنده في المحور نتاعو في بعض الاحيان يقوموا باخطاء مجانيه واخطاء تنجم تكون عندها تاثير كبير على النتيجه وعلى الترشح. شوط اول تعب في 0-0، مازالت المقابله الثانيه الوداد هو صاحب النسخه الاخيره، الوداد عنده لاعبين عندهم تجربه كبيره في الكره، كل شيء ممكن. هذه مقابله ثانيه نجم نقول 50-50، صعيب 50-50 نعرف اللي كانوا سان داونز عنده على ميدانه ما يساومش وعنده قوة كبيرة على مستوى تسجيل الأهداف، لكن أنا رأي لكونه المقابلة باش تكون صعيبة على الفريقين. على الفريقين. أنا شايف أن منذ الكبير هقولها بطريقتك كان أكثر الآراء واقعية. ليه واقعية بقى؟ هو قال لك عودتنا كرة القدم ألا نطلق الأحكام إلا بعد صفرة النهاية. صفرة النهاية هنا لازم تبقى في مباراة العودة طبعًا. سواء للأهلي أو سواء للوداد، للرجاء إن شاء الله، للترجي قصدي. لا أنت على الماتشين، أنا أتكلم على الماتشين. يبقى صفرتين مش صفرتين. البعض يرى أن الأهلي اخترب، ممكن النتيجة بتقول كده، ولكنه لم يحسم الأمر. طيب. وقال كده الفرق الكبيرة المجروحة احذر، ما معناه احذر النمر الجريح. وأكرر وأحذر وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي غدا بإذن الله. لو دخلنا على ماتش سان داونز والوداد، الكثيرين يروا أن إزاي سان داونز وعشر وتسع أفراد في اللحظات الأخيرة خرج بنتيجة 0-0 والوداد ما قدرش يحرز أهداف. ولكني أرجع أقول لك نتيجة 0-0 أخطر نتيجة على عكس ما يعتقدها البعض تخرج بها الفرق الكبيرة خارج ملعبها. لأنك أنت أي جون يخش في ملعبك وقد سبق لسان داونز أن فعلها. أيوه. للوداد أن فعلها. ما هو الوداد ما هو بطل النسخة الماضية. أيوه. مش فريق يعني لا حامل لقب حامل اللقب هو فريق كبير وعنده اذا هو اللي بيقول 50-50 عنده امل ان الوداد يقدر يجيب جون تزداد الصعوبه وهناك نتيجه اخرى قد تعلق المباراه الى ضربات الترجيح 0-0 1-1 يتاهل الوداد اذا في مخاطر في هذه المباراه وان كان العقل يقول من استطاع ان يخرج سالما بعشر أو بتسع أفراد أمام الوداد خارج ملعبه يبقى فرصه أكبر فرصه أكبر ولكنها كرة القدم. إذن الماتشين بتوع بكرة مش محسومين. طيب أداء الأهلي في المباراة الأولى كيف رآها البعض هنا بقى؟ الحقيقة كابتن ضياء السيد نجم ومدرب الأهلي السابق ومدرب المنتخب الوطني السابق كثيرا أو غالبا أو دائما ما ينصف الأهلي وجهازه الفني. نشوف الكابتن ضياء السيد. النهارده بتوصل مع النادي الاهلي لتاسع مباراه كلين شيت. مظبوط. فدي شوف بعد ما خساره من الهلال والقلق اللي حصل في سان داونز والخماسيه وقبلها 2-2 فبص الدنيا اتغيرت. هو عشان كوتش كبير فبيشوف الغلطات اللي بيقع فيها ودايما بيشتغل على الغلطات. عشان كده انا بقول لك انه نجاح الاهلي مع كولر
في التعلم من الاخطاء. التعلم من الاخطاء بتخليه يعالج وبيعالج علاج سريع. والميزه الكويسه ان في تجاوب وبنشوف النتيجه دي من اللعيب. فهو بيشتغل بشكل كويس جدا, بيشتغل بتكتيك كويس على طول, مخلي اللعيبه في حاله استعداد بشكل كبير لاي مباراه. قالوا له هتلعب السوبر, كان المفروض الاهلي والزمالك, وبعد كده بقى في خلال يومين لم الورق بتاع الزمالك, الزمالك اعتذر لم الورق وابتدى يشتغل على بيراميدز. اشتغل خد بالك, اي مدرب الحاجات دي تلخبط الدنيا يعني. فهو بيشتغل دايما زي عادة النادي الاهلي, عشان تتفوق اشتغل على نفسك وصلح الاخطاء اللي انت شايفها عشان تتفوق على اي خصوم. اشتغل على نفسك. هو بيشتغل بشكل كبير واللعيبه في تجاوب كبير جدا, وفي مع المكسب اللي انت بتشوفه ده ومع الارقام اللي انت بتتكلم عليها, فكل الحاجات دي نتاج جهد اللعيبه واستوعابهم للتعليمات بتاعت كولر بشكل كبير. الحقيقه واحد من الناس اللي برتاح لتحليله, لانه هو مش شاغل دماغه باي اجندات غير الملعب, ويرى الامور على حقيقتها, وتشعر برضو الاهلي في قلبه. ايوه, فهو ينصف, هو مش عمال يعني لا بيطبل ولا بيتشدق, ولكن هو بيدي كل واحد. قال لك الراجل ده مدرب كبير, الزمالك الزمالك الزمالك, فجاه لقى بيراميدز, راح لمم الورق ده, مطلع الورق الثاني وابتدى يشتغل عليه وبسرعه, وبيشتغل على نفسه وعلى نواقصه وعلى نقاط الضعف عشان يتفاداه سمه المدربين الكبار. وده راجل مدرب ومدرب منتخب مصر. صحيح. فانا برتاح له, زي ما ساعات لما اسمع كده مثلا وليد صلاح الدين الاقي وجهه نظر مختلفه ساعات. يعني في ناس كابتن عماد متعب تدي لك منظور تضيف مختلف, تضيف زاويه مختلفه. ولكن انا عارف ان انت عمال تقول لي الاستاذ حسن بالسكاوي وتحذيرات حسن بالسكاوي من مباراه الغد نشوفها. الاهلي لعب مباراه كبيره جدا, مش علشان الترجي ضعيف, انما احنا بنتكلم على مباراه. هذه المباراه ادارها الاهلي بشكل ذكي جدا وحكيم جدا, وكان يدرك تماما الراجل مارسيل كولر ان الترجي هيبقى فيه حاله اندفاع, فكل الاهداف تقريبا حتى بما فيها الهدف الاول من هجوم مضاد سريع جدا في مساحات فاضيه يعني. الاهلي كمان في الشوط الثاني عمل شو عشان المساحات الفاضيه, انما عمل شو في الهجوم المرتد. تلاقي خمسه لعيبه في سبرنت وكل واحد في اتجاه, واللي معاه الكوره بينقي بقى, عنده خمس اختيارات او اربع اختيارات يمرر يعني. دي مش نتيجه كبيره, هل استحسنت النتيجه دي ولا كنت شايف انه يعني نتيجه كبيره جدا طبعا. بس يعني كان ممكن تبقى اكبر. وعلى فكره ماتش الترجي هنا في القاهره هيبقى صعب. يا تقول لك صعب, لان لعبت الترجي ونادي الترجي مش هيلعب عشان يتأهل او ما يتأهلش, سيقاتل من اجل كبرياء الترجي. ودي نقطه لازم الاهلي يبقى فاهمها كويس جدا. صح. لما يبقى في فريق جاي بيقاتل عشان كبريائه وعشان سمعته, دي تفرق كتير. بلاش تفرق كتير كمان, ده خطر. فلازم الاهلي يتعامل بمنتهى الحزم والقوه في هذه المباراه. استاذنا العزيز حسن الزكاوي شاف الاهلي لعب مباراه ذكيه, شاف ان الترجي ما كانش ضعيف, ولكن الاهلي هو الذي كان ذكيا وفرض اسلوبه على الترجي, واستطاع ان يظهر بهذا المظهر. وهنا يا جماعه ان مش كل الاهلي ما يجي يعمل نتيجه ايجابيه يبقى عشان اللي قدامه ضعيف, واذا تعادل اهدر فرصه عظيمه, واذا كسب ثلاثه وضيع فرصتين ما ضعفتش النتيجه ليه. كرة القدم ادي كل حاجة حجمها, هتبص ليها ممتعة جدا. استاذ حسن بالسكاوي ادى الاهلي حقه, وادى الترجي حقه في ايه؟ الترجي فريق كبير ومجروح, واحذر المجروح. مش ده اللي بنقوله؟ ده كلام مهم جدا, وكمان تأكيد المهندس عدلي على فضيلة الاحترام, واهم حاجة في العلاقات الانسانية الاحترام, وان اختلفت الانتماءات وده امر طبيعي. لكن الحقيقة تأكيدا لده, واحد من الحريصين على ده ربما لانه كابتن حسن شحاته كان نموذج للاحترام في علاقاته الرياضيه. كريم حسن شحاته
رأيه في قدر عالم الاحترام. الأهلي شرفنا بصراحة، الأهلي يعني أثبت أنه فريق كبير، وأن أهلي هو عملاق أفريقي، النادي الأهلي هو عملاق أفريقي، مش مجاملة بقى ولا عشان الأهلي كسب، لا، الأهلي بسهولة فائقة قدر يفوز على الترجي في تونس. يعني دايما النادي الأهلي بيبقى عنده هدف واضح أيا كان الظروف اللي قدامه، يعني ممكن إيه فرقة يعني غير الأهلي تستهتر يقول لك الترجي يعني عنده مشاكل وعنده إصابات مهمة ومفيش جماهير، فلا الأهلي نزل مركز، نزل عارف هو عايز يعمل إيه. الأهلي عايز أقول لكم حاجة، شوف الأهلي كسب 3-0، الأهلي كان ممكن يكسب الماتش ده 6-7. بيعجبني كمان في النادي الأهلي إن هم اللعيبة والجهاز الفني وإدارة النادي بالجماهير المنظومة كلها في النادي الأهلي بيبقوا مركزين في هدف واحد وهو المكسب وهو الفوز. الأهلي بيجيب جون وعايز يجيب التاني، الأهلي بيجيب التاني وعايز يجيب التالت، الأهلي بيجيب التالت وكان ممكن يكسب 5-6 في الماتش ده. عايز أحيي كمان كولر، إزاي أنا أعرف أتحكم في لعيبتي، إزاي أجهزهم نفسيا، إزاي أجهزهم بدنيا، إزاي أجهزهم خططيا، أجهزهم خططيا لمواجهة الترجي، إزاي أتحكم في الفرقة وأعمل كنترول على اللعيبة وأنا كسبان 2-3. شوف كابتن كريم طبعا اشاد بالاهلي وادى حق الجهاز الفني وادى حق اللعيبه وقال ازاي انا اقدر اتحكم في النجوم وازاي اقدر اوصلهم الى هذا المستوى البدني اللي يتيح لي البدائل الكثيره، وقال ان ازاي نبقى كلنا على قلب رجل واحد وهدف واحد، وده اللي شفناه في المؤتمر وعبر عنه كولر وكابتن محمد هاني. ده كلام تحب تسمعه لان هو ده الدروس بتاعه كره القدم، انك انت تحترم العمل، تحترم الجماعيه، تحترم التفاصيل، تحترم انك باستمرار شايف كل حاجه في حجمها. فالنهارده كولر اكد الماتش الجاي مش سهل وهنحترم المنافس، وده اهم حاجه. عايز انت تتكلم. ده كلام مهم جدا، ويبقى كل التاكيد على وجوب التركيز والحذر في مواجهة فريق بقيمة الترجي، فريق له قيمته، له تاريخه، له كبريائه، ناس شافت انه اتجرح على ارضه لدرجة انه كابتن طارق دياب الرمز التاريخي الكبير للترجي يعني بكى وهو بيعلق لأحد البرامج التونسية لما تذكر انه وهو في استديو البي ان بعد المباراة كابتن وائل جمعه قال لك انا زعلان انه المباراه خلصت 3 بس، الاهلي كان لازم يكسب اكتر. ساعتها حس طارق دياب انه كبرياء الترجي اتجرح، فقال لك انا بكيت. هنا يا جماعه ده معناه ايه؟ ان انت هتواجه فريق محتاج تاخد بالك جدا جدا بكل الحذر، ان انت مباراه الذهاب انتهت 0-0. كابتن سيد عبد الحفيظ شغال على هذه الفلسفه، المباراة بالنسبة لنا خلصت 0-0، انت بتواجه الترجي في مهمة جديدة، في مباراة جديدة، انت بتحترمه جدا كل الاحترام وبتركز في مباراتك كل التركيز. ما عندناش وقت ناخد حلم طولان، مهم جدا الكلام اللي قاله. طيب يعني كلام الكابتن حلمي مهم هناخده، لكنه على فكرة باستمرار حلم طولان منصف وباستمرار بيقف الموقف يحترم المحترم طبعا. يعني احنا قلنا كريم، شفنا كريم لانك انت في النهايه كريم اكيد شاف الكابتن حسن شحاته، عمره ما بتطلع منه العيبه في حق الاهلي ابدا، اكتر الناس اللي بتنصف الاهلي دايما الكابتن حسن شحاته، الكابتن فاروق جعفر، كابتن طه بصر عليه رحمه الله، والكابتن حلمي طولان بناء على رغبه المهندس عدلي نشوف. لا عايز اتوقف عند كلامه الحقيقه. مجالس ادارات الانديه عندها الوعي ده ان المدير الفني بيبقى عنده لازم ياخد وقت ولازم ياخد فتره اعداد ولازم يختار اللعيبه اللي هو عايزها ولازم الحاجات دي؟ مش كلهم. مش كلهم؟ لا لا لا، يعني 2-3. يا انا بقول لك كده في تاريخك، انا بقول لك كده. كابتن حلمي حاجه بتمرن بقالك كتير، هقول لحضرتك على حاجه، يعني النادي الاهلي في على مدار تاريخه، على مدار تاريخه لانه مؤسسه بيدار كمؤسسة احترافية يعني من ساعة مواعيد على الكورة، والنادي الأهلي هو النادي الأهلي دلوقتي،
النادي الاهلي من 50 سنه 60 سنه 70 سنه هو النادي الاهلي دلوقتي. ليه الكابتن حلمي طولان بيبقى دايما عنده حرص وهو بيتكلم وجات سيره النادي الاهلي اتكلم عنه بكل خير، ليه دايما كده يا كابتن حلمي؟ لان ابقى راجل كذاب وراجل مش واقعي وراجل بفقد مصداقيتي بشكل كبير جدا لو قلت غير كده. النادي الاهلي ضروري لما يجي سيرته ضروري تتكلم عليه باحترام لانه يستحق ده. طيب ضروري يعني ما فيهاش كلام. يستحق ده. وده احنا شايفين على عينك يا تاجر، العمليه واضحه جدا يعني مش مش محتاجه راي كمان يعني. كدبه شوف بسرعه كده يعني كان قال كلام تاني مهم لكن زي بعضه عشان الوقت، انت عايز تسالني سؤال لكن انا بس اللي عايز اقول جمله واحده، قال لك النادي الاهلي بتاع دلوقتي هو بتاع من 50 سنه او 70 سنه، وعشان كده انا كلمتي الدائمه التي وجهها لجماهيرنا الحبيبه حبوا الاهلي كما وجدتموه، هي دي المؤسسه. الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي هذا الاسبوع اتخذ قرارين مهمين، قرر تعيين خبير التسويق الكبير الاستاذ محمد كامل مستشارا تسويقيا لمجموعه شركات النادي الاهلي علشان يشارك مع هذه الشركات في النادي الاهلي في تنميه مواردها وتعظيم قدراتها. عندك تعليق؟ اه طبعا. وانا قعدت معاه يعني فورا. أيوة. مش هضيعه. محمد كامل من وانت عاصرته وعيش واحتكيت بيه من النوع اللي ما فيش عنده حاجه اسمها فكره مجنونه او مستحيله. فدايما عنده فكره يصدقها يسعى اليها مهما كانت صعوبتها. حبيت استفيد انا من طريقه تعامله وعلاقاته. وانا وغيري من الشركات يعني، والكابتن الخطيب طبعا كان مؤيد لهذا تماما وبيحفزنا عليه. وننتظر من جراء هذا الاحتكاك خير كتير ان شاء الله. كما قرر المجلس تعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين. من اسبوعين تقريبا لو تفتكروا لما جبنا بدر على التليفون وانا قلت له المهندس عدلي جاهز، ها قال لك انا جاهز. الحقيقه رغم ارتباطه بالعمل مع نادي الجزيره الاماراتي بارتباط عمل كبير وهو رئيس قطاع الناشئين هناك وبقاله سنوات عامل تجربه كبيره قوي، الاخوه في الامارات متمسكين بيه، لكن بمجرد ما الكابتن الخطيب كلمه وطلبه ما فكرش بدر ورجع فورا عشان يبدا مشروع جديد. بدر رجب وتجربه كبيره. بدر رجب بسرعه بقى. بدر رجب هو تلميذ كورفر. وكورفر وهو موجود كان شايفه انبغ تلاميذه. وهو ماشي اوصى ان يبقى هذا الرجل لانه تشرب التجربه وهيقدر يعمل حاجه في قطاع الناشئين. لما خرج احنا حبينا نستحدث تجربه كورفر، جبنا بروكيتش التشيكي قعد 4 سنين افاد في تنظيم معين وافاد في علاقات مع الاتحاد التشيكي. اول ما مشي نفكر في مين؟ في بدر رجب، في التلميذ النجيب. لكن انا برضو عايزين تدوا بدر وقته علشان التوقعات العاليه دائما بتلخبط الحسابات. هو جاي دلوقتي نحط النظام ونتمتع بثمار يعني قدامنا. كابتن بدر رجب مديرا فنيا للقطاع، الكابتن خالد بيبو مديرا اداريا للقطاع. اعتقد هنا يتم التكامل والتناغم من اجل الاهلي دائما. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة.